لا شك أن الجميع يعلم أنه كثير من الرؤساء الأمريكيين خلال المعارك الانتخابية كانوا يعلنون عن عزمهم على نقل السفارة إلى القدس، لكن لا أحد منهم نفذ هذا الخطوة أو هذا التهديد فعليا. نحن الآن أمام رئيس أمريكي من الصعب فعلا تكهن بخطواته لاعتبارات يعني عديدة، لكن خطوة هذه الخطوة إذا تم الإقدام عليها فستعني فعليا تصعيدا خطيرا في المنطقة، لأنها تهدد أساس الموضوع الفلسطيني وتهدد بإعلان تخلي العالم عن القضية الفلسطينية. موضوع يعني ليس هو مجرد نقل السفارة، إنما اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وبالتالي سحب كل الدعاوى العربية والفلسطينية بحقهم بالقدس بأن تكون القدس الشرقية جزءا أو أساسا عاصمة لدولة فلسطين المنتظرة. بعتقد أنه ستحدث زلزالا سياسيا كبيرا في المنطقة، ستكون رد الفعل عليها غير محتسبة لا فلسطينيا ولا عربيا، لأن فعليا تنسف كل النضال الذي حدث من 50 سنة وأكثر منذ لحظة يعني وجود إسرائيل للحفاظ على حق الفلسطينيين بأرضهم بدولتهم بجزء من هذه الدولة التي الآن يتم الحديث عن دولتين فلسطينية وإسرائيلية. نحن نوجه رسالة للأمريكان فعليا، يعني نأمل أنه كبار موظفي الإدارة الأمريكية النظام الأمريكي بمعناه المؤسسي فعليا أن يلجم الرئيس ترامب عن الإقدام على هذه الخطوة، بأن يبين له مخاطر هذه الخطوة وتداعياتها الخطيرة في المنطقة وفي العلاقات العربية الأمريكية. بالنسبة للفلسطينيين فعليا ما عندهم خيار إلا التصدي لمثل هذه الخطوة، ولأن كما قلت هو عم ينسف كل الجهود التي بذلت بالسنوات الماضية بالعقود الماضية لإيجاد حل للموضوع الفلسطيني، عم يجي يقدم الاعتراف برمزية هذه القضية الفلسطينية وبالاعتراف بكل مطالب إسرائيل بحقها بالسيطرة على فلسطين انطلاقا من السيطرة على العاصمة المفترضة الموحدة لأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل. الموقف الرسمي حكما سيكون ضد هذه الخطوة ومستنكرا، ويجب عليه أن يكون ناشطا بقدراته مع الإدارة الأمريكية الجديدة للحيلولة دون تنفيذ هذه الخطوة. وضع الفلسطينيين يعني سيء فعليا تاريخيا منذ لحظة قدوم لبنان، أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية متردية، الأونروا عم تكون كل سنة عن سنة أكثر عجزا في تلبية الحد الأدنى من متطلبات عيش الفلسطينيين، ولبنان غير قادر أن يقدم دعما مباشرا للإخوة الفلسطينيين لأن إمكاناته محدودة جدا. فعليا يعني بدك الأمم المتحدة أن تعود لتمارس ما وعدت به من تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين بكل معنى الكلمة. لذلك المطلوب زيادة كبيرة بموازنة الأونروا كي تتمكن الأونروا من تأمين الحد الأدنى من متطلبات عيش هؤلاء الفلسطينيين.